أهلا بكم من جديد. وقعت جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط ميرا ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة علاقات المستثمرين المعتمدة سيرو في مملكة البحرين تحت مظلة أكاديمية الاستثمار، وتم إطلاق الشهادة كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين وميرا وBIBF تهدف إلى تزويد المهنيين بفرصة فريدة لاكتساب شهادة مهنية معتمدة في مجال علاقات المستثمرين ذات الأهمية المتزايدة في الشركات المدرجة. وقال المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط جون غوليفير إن توفير هذه الشهادة يعد أمرا مفيدا في ظل انفتاح أسواق رأس المال في المنطقة وتحولها لأسواق جاذبة لاهتمام المستثمرين حول العالم. في المقابل أكد المدير العام لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ إن إطلاق برنامج سيرو يهدف لتعزيز مكانة علاقات المستثمرين في المملكة نظرا لما يحمله القطاع من فرص وعوائد مالية مجزية وقيمة سوقية عالية. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام بتقدم بنسبة 0.11% مقفلا عند مستوى 1451 نقطة، وذلك عائد ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 4,475,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 839,000 دينار تم تنفيذها من خلال 82 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فالسوق المالية السعودية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.28% بإقفال عند مستوى تمام 9,000 النقطة، وذلك في ظل صعود القطاعات الكبرى بقيادة قطاع المرافق العامة. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع بنسبة 0.79% بإقفال عند مستوى 6,306 نقاط، وذلك بتأثير من تراجع غالبية المؤشرات في البورصة الكويتية خلال تداولات اليوم. الأسواق الإماراتية أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.23% بإقفال عند مستوى 4,912 نقطة، وذلك بسبب تقدم قطاعي السلع الاستهلاكية وأيضا قطاع الطاقة. دبي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.56% بإقفال عند مستوى 2,628 نقطة، وذلك بدعم من تقدم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية. أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت بتراجع بنسبة 0.09% وذلك بإقفال عند مستوى 3,915 نقطة مع هبوط مؤشر قطاع الخدمات. دشنت شركة أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس أول محطة لتزويد سيارات بوقود الهيدروجين في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر مركز التقنية الجديد التابع لشركة إير برودكتس في وادي الظهران للتقنية. وستزود المحطة التجريبية هيدروجينا مضغوطا عاليا النقاء لأسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني. وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية أن هذا الحدث يعد خطوة مهمة نحو التوسع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين، وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي.
أظهرت دراسة حديثة أعدتها أمريكان إكسبرس أن مسؤولي الشركات المصرية هم الأكثر تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي خلال العام الجاري. واستطلعت دراسة آراء 180 من المديرين الماليين التنفيذيين لشركات تبلغ إيراداتها السنوية 500 مليون دولار في البحرين والسعودية والإمارات ومصر. وبين استطلاع هذا العام أنه على الرغم من عدم اليقين حول ما سيحصل للتجارة العالمية، فقد توقعت الغالبية بنسبة تصل إلى 64% من كبار المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط أن تؤدي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وسياسة التجارة العالمية إلى تعزيز آفاق نمو شركاتهم في المستقبل القريب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. نخبة شركات الطيران في العالم تجتمع في معرض باريس للطيران مع نمو مخاوف السلامة. توقع مسح أجرته وكالة بلومبرغ عدم حدوث أي نمو في اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني وامتناع بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من العام المقبل، فيما أشارت بعض التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة في المرحلة المقبلة. وأظهرت البيانات تباطؤاً أكبر من المتوقع في النمو في أبريل على خلفية تراجع المخزونات لدى الشركات من جهة، ومضي منتجي السيارات قدماً في عمليات الإغلاق المخطط لها من جهة أخرى. وتوقع الاقتصاديون بعض التعافي ونمو الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربعين الأخيرين من هذا العام. انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي وبأكثر من توقعات المحللين. وكشفت بيانات مؤشر ZAW أن مؤشر ثقة المستثمرين انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت البيانات أن التراجع كان ذات صلة بحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والبيانات الضعيفة بشأن الاقتصاد الألماني في بداية الربع الثاني. وكان المركزي الألماني توقع انكماش الاقتصاد بشكل ضئيل في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة للرياح المعاكسة من النزاعات التجارية وعدم اليقين بخطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا أيضا، قال مصدر مطلع أن دويتشه بنك يخطط لإعادة هيكلة أنشطة التداول عن طريق إقامة ما يسمى ببنك الأصول الرديئة لتجميع أصول غير أساسية بعشرات المليارات من اليورو تحت مظلته. وستتضمن إعادة الهيكلة التي أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز تقليص أنشطة تداول الأسهم ومنتجات أسعار الفائدة خارج أوروبا أو إغلاقها. ومن المقرر لبنك الأصول الرديئة أن يملك أو يبيع أصولاً تصل إلى 56 مليار دولار بعد التعديل في ضوء المخاطر أو المخاطر معظمها مشتقات طويلة الأجل. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تجتمع نخبة شركات الطيران في العالم في معرض باريس للطيران مع بروز مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادثي تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس الشهيرة. ويعد الحدث فرصة لقياس نبض صناعة الطائرات التجارية في العالم البالغ حجمها 150 مليار دولار سنويا، والتي يعتقد محللون كثيرون إنها بصدد مرحلة من التباطؤ نظراً لشتى الضغوط العالمية من توترات التجارة إلى ضعف النمو الاقتصادي. ويتطلع صانع الطائرات الأمريكي بوينغ الذي يعاني من تداعيات وقف تشغيل طائرته 737 ماكس إلى طمأنة الزبائن والموردين بشأن مستقبل الطائرة، فيما استغلت إيرباص المعرض لإطلاق النسخة طويلة المدى من طائرتها A321 نيو بهدف اقتطاع مسارات جديدة لشركات الطيران ذات الطائرات الأصغر.